بعد غياب تخطى حدود العطلة الصيفية الاعتيادية، عادت المدارس لتحتضن الطلبة بين جدرانها. تعطيل استثنائي حكمته قيود كورونا دام لمدة 5 أشهر. إجراءات وقائية وغير مألوفة تحاول وزارة التعليم من خلالها الإبقاء على العملية التعليمية والحفاظ على سلامة الطلبة. ممنوع من ضمن الإجراءات مقاس مدرسية ما فيش، الأنشطة ما فيش، تجمعات كمعامل وكلها ما فيش، الفصول ياخد الطالب ياخد الزمن الحصة متاعه ساعة 11:30 بالكتير يطلعوا. سيناريوهات متعددة للتعامل في هذا العام الدراسي المختلف، لكن الخشية من احتمال الإصابة حالت دون حضور جميع الطلبة. نعطيهم العذر الحقيقة، لكن ممكن تبنى الثقة خلال الأيام القادمة أن المدرسة فيها استعداد وأن الطالبات يعني وضعها كويس، فممكن يكون العدد في زيادة. التجديد في اتباع التعليمات الاحترازية والصحية مع إقرار 4 حصص في اليوم الدراسي الواحد شكل تحديا أمام الطلبة. عودة دراسة قبل شهر من امتحانات ما يسدناش، خاصة أن فيها المواد عندنا يعني ما كملناهمش وبيبان عدد كبير، فنشوفها صعب. صعاب وإجراءات ستقيم بشكل أسبوعي بهدف عمل التحسينات اللازمة. تعقيم وتأكيد على نظافة المكان مع توفير جميع مستلزمات الوقاية والسلامة بات اليوم أكثر ضرورة من أي وقت مضى. إجراءات تفرضها السلطات لضمان مرحلة تعليمية آمنة في هذه المدارس وتأمينا لصحة الطلبة. عبد الناصر خالد، العربي،